السلام عليكم شباب شابات، نبدأ بمحاضرة جديدة بالفيزيكال 247 chapter 2 first law of thermodynamics. نيجي على العنوان 2.7، عنوان 7 اللي هو real gases. real gases احنا اتفقنا او حكينا سابقا انه دلتا يو او يو هي للغاز المثالي function of temperature، يعني دلتا يو تتأثر دلتا ايش طبعا both of them function of ايش of temperature، وبالتالي إذا كان دلتا تي إذا تي ثابتة دلتا يو لا تساوي قيمة تساوي صفر. لذلك لقينا لما نتكلم على الايديال جازز على سبيل المثال، الايديال جازز ممكن يتبعوا المعادلتين 98-99، بمعنى آخر بي في تساوي ان ار تي، بمعنى آخر إنه لما يكون الكيرف عندي ايزوثيرمال يعني تي ثابتة يو تبقى كونستنت في الحالة هاي. ليش؟ لأنه ليس هناك تغير في درجة الحرارة، بالتالي إلها قيمة أو المخزون للغاز إله قيمة معينة ظلت ثابتة بالحالة هي والإتش أثناء سيرنا في الايزوثيرم بروسيس، فيو تبقى ثابتة لا يحدث تغير فيها إلا إذا حدث تغير قلنا في درجة الحرارة. الآن الغاز المثالي إحنا سبق قلنا يتبع المعادلتين التالي PV تساوي NRT it's hold for ideal gas change partial differentiation بين دلتا يو ودلتا في عند ثبوت التي يساوي صفر. نعم هاي حقيقة أخرى حيث أنه عند ثبوت درجة الحرارة change of internal energy قلنا zero لا يوجد تغير، بالتالي هاي القسمة كلها تساوي صفر. إذا بمعنى آخر أنه دلتا يو it is not function of volume عند ثبوت درجة الحرارة. من هون منقول أنه المعادلة 98-99 hold accurately for ideal gases. إذا طبعا بالحالة هاي for non-ideal gases، الآن لو جينا على الغازات غير المثالية بالحالة هاي بقول لي أي من المعادلتين الثالثين ما بتمشي مع الغازات الحقيقية، لأنه المعادلتين 98-99 it's satisfactory for just ideal gases. الآن الجزء الثاني اللي هو المعادلة 99 حاول العالمين جول وثومسون يثبتوا هل دلتا يو عدلتا في عند ثبوت التي تساوي صفر للغازات الحقيقية ولا ما تساوي صفر، فعملوا تجارب لإثبات صحة المعادلة 2.99 معادلة 99. وأول معادلة بدأ جول عمل إكسبيريمنت، كانت حقيقة هي المحاولة الأولى له قبل ثومسون لحاله، فلاحظ أنه الفيجر اللي عندي الفيجر A زي ما أنتم شايفينه الآن، أنه عندي أنا two vessel connected together. الفيسل الأول عندي very high pressure في stop cock مفتاح، وفي عندي فيسل ثاني evacuated وهذا كله محطوط في المية، والمي accurately قسنا T initial للماء بشكل جيد، وبالتالي الآن التجربة أنه بدأ يصير عندي expansion مجرد ما أنه فتح الستوب كوك صار irreversible suddenly expansion للغاز من الفيسل الشمال يمين، فصار التمدد سريع irreversible، وبالتالي هذا التمدد اللي عندي عايزين الآن حسب تجارب حسب التجربة اللي عملها جول متوقع أنه يؤدي للتمدد يؤدي إلى برودة أو انخفاض درجة الحرارة، لكن العملية حكينا expansion، لكن ما استطاع جول حقيقة يكتشف أي تغير في درجة حرارة المي الموجودة عندنا. طبعا work there is no work done، ما فيش عندي بالحالة هاي أي شغل انعمل في العملية اللي عندي. فجول ثومسون بالحالة هاي لما حاول إنه فتح وشاف الإكسبانشن انتهى، حاول يقرأ التغير في درجة الحرارة لأنه تقريبا أو تقريبا درجة الحرارة ثابتة، وبالتالي لما نيجي نتكلم على التغير في المخزون دلتا يو لهذا السيستم الغازي اللي عمل إكسبانشن بالحالة هاي التوتال ديفرينشيشن انه دلتا يو قد تكون فانكشن اوف في عند ثبوت التي، اذا ها دلتا يو على دلتا في مضروب بالدلتا في هاي اول تغير في اليو، وقد تكون تشينج اوف انرجي فانكشن اوف تمبرشر عند ثبوت الحجم الان، اذا دلتا في بتروح مع دلتا في وهون دلتا تي بتروح مع دلتا تي، اذا التغير الكلي في دلتا يو يساوي الجزء الاول زائد الجزء الثاني. طبعا احنا اتفقنا سابقا بالهيت كاباسيتي عند ثبوت الحجم انه دلتا يو على دلتا تي
انبوت الحجم هي الهيت كاباسيتي سي في او سي في ام اذا عندي 1 مول. اصبحت المعادله هاي الجزء الثاني عوضنا معها هاي الهيت كاباسيتي في دلتتي. اذا المعادله الاولى معادله عاديه والاشتقاقها كان عادي جدا. الان لما بتكلم على تجربة جول ثومسون اتفقنا قبل شوي انه لا يوجد تغير في درجة الحرارة، معناته اذا دلتا يو صفر، لانه اي تغير في المخزون الانترن انرجي يتابعه تغير في التي، ما دام التي لم يقرأها جول كانت ما فيش دلتا تي زيرو، بالتالي قال لك دلتا يو صفر، اذا هذا المقدار صفر، بمعنى انه هذول كل المقادير هذا مجموع اثنين يساوي صفر، فبالحالة هاي وصلنا للمعادلة 101، خلى هذا مكانه واخذ هذا على الجهة الثانية، بالتالي صار عندي بدل زائد ناقص، هاي عندي دلتا يو على دلتا تي زي ما شايفينها، وقسم الطرفين اللي هذا قسم الطرفين على دلتا في، فهذا الجزء اللي كان موجود على الشمال دلتا في راحت مع دلتا في شايفينه، والجزء اللي على اليمين دلتا تي قسمها على دلتا في عند ثبوت اليو. اذا تغير التي مع الحجم بده يثبت المتغير الثالث اليو، بينما تغير يو مع التي بده يثبت البي. اذا اصبحت المعادله 101 اللي على الشمال يساوي اللي على اليمين، وانتم عارفين قبل شوي حكينا تغير التشينج اوف انترنال انرجي مع تغير درجه الحراره لما كنا نشتغل على الهيت كاباسيتي تساوي ناقص سي في دلتا تي على دلتا في عند ثبوت اليو. اذا المعادله هاي وصلنا لها، المعادلتين اللي وصلنا لها احنا قبل شويه. بالتالي لما نتكلم على الفانكشن بقول لي في المعادله 26 جول اكسبيرمنت انديكيت نو تمبرتشر تشينج، زي ما شفنا قبل شويه انه لا يوجد تغير في درجه الحراره بالحاله هاي، معنى ذلك بتكلم على هذا الجزء معناته ما دال تي ثابت يعني لم يحدث تغير فيها، احنا اتفقنا انه دلتا يو فانكشن اوف تي معناته دلتا يو صفر، اذا هذا كله دلتا يو على دلتا في تساوي صفر فور ذا ريل جازز، للغاز الحقيقي في الريفرسيف بروسيس اللي احنا حكيناها قبل شويه، ما دام لم يكتشف تغير في درجه الحراره معناته اذا دلتا يو صفر، معناته الكسر هذا كله يساوي صفر، وبالتالي هو بالخطا عرف او استنتج انه دلتا يو على دلتا في عند ثبوت التي حكينا صفر فور ايديال جازز، معروف انه دلتا يو فانكشن اوف تي، لكن لما عمل تجربته على اعتبار انه اللي عندي هو ريل جاز 20 اتموسفير والاكسبانشن حدث عندي لم يلاحظ تغير في التي، فرد حكى انه ايضا الريل جاز دلتا يو على دلتا في عند ثبوت يساوي صفر. طبعا هذا الحكي كان خطا، ما قدر هو حقيقه يكتشف تغير في درجه حراره الماء لانه التو فيسل كانوا مغمسين في الماء، والسبب يبدو انه كان واضح لانه بيجي بيقول لي not satisfactory تجربته because heat capacity of water was extremely large compared with the heat capacity of the gas. السعة الحرارية للماء عالي جدا مقارنة مع السعة الحرارية لمين؟ للغاز اللي عندي. So that any temperature rise would be very small and hard to detect. يعني لاحظ معي شو معنات الحكي هذا؟ يعني المي حتى تتغير درجة حرارته والاحظ تغير درجة حرارة المي بده يكون كمية كبيرة من الكيو من الحرارة سحبت منه او اعطيت له، لكن حيث انه الكيو كانت صغيرة جدا بالنسبة للغاز، كمية الكيو اللي صاحبت تمدد الغاز صغيرة جدا، اذا لم تؤثر على تغير درجة الحرارة ذات المي، لانه كان في تغير ولكن مش مكتشف، كمية الدرجة صغيرة جدا التغير فيه، بالتالي ما قدر يكتشف التغير في درجة الحرارة لانه الهيت كاباسيتي اوف ووتر اعلى كثير جدا من الهيت كاباسيتي اوف ذا جاز. بعد ذلك ويليام ثومسون مع جول عملوا مع بعض تجربه سميناها جول ثومسون اكسبيرمنت، وهو الجزء الثاني الرسمي اللي مرت معانا قبل شويه، عملت سلسله من التجارب هو الاثنين، والاباراتوس واضحه عندي في الشكل 2.7 بي، وتحتوي على سلندر containing a porous plug. انا كنت عندي غاز وفي عندي ايضا حاجز مسامي، واجينا احنا باي مي، طبعا كله ايزوليتد، يعني السيستم الثاني ايضا حطيناه على شكل اديابتيك ايزوثيرم ايزوليتد سيستم باي مينز اوف ا بيستون، ذا جاز اون ذا اون وان سايد اوف ذا بلاج واز فورس كومبليتلي ثرو ذا بلاج. اذا البيستون ضغط على الغاز في الحاله الاولى عندما كان اثناء يعني عمل شغل على الغاز، ذا بلاج بالحاله هاي ات كونستنت بريشر كان الضغط في الاول P1، سكند بيستون الان
يتمدد لأنه اندفع بفعل ضغط الغاز من المرحلة الأولى. The second piston moving back and maintaining the gas at constant P2 P2. إذا هناك تغير الضغط الأول أثناء الضغط أثناء ال work done on the system. تقريبا كان في إمكاني الكيو تطلع من النظام للأتموسفير للجو المحيط، بالتالي الجو المحيط ممكن يكون عندي ماء عامل له درجة حرارة ثابتة، بالتالي مباشرة أنا بتكلم على الضغط الأول P1 كان ثابت أثناء البروسيس، والضغط الثاني كان ثابت أثناء العملية which is lower than P1. طبعا لما صار expansion الضغط الثاني أقل من الضغط الأول. Since the whole system is thermally isolated, the process is adiabatic. بمعنى آخر إنه تغير Q للسيستم ككل يساوي zero. The temperature T1 and T2 were measured on the two sides of the plug. يعني كان درجة الغاز في الأول T1، لما عمل التجربة بتاعته قاس في الحالة الثانية في حالة P2 قاس الدرجة، لقى في تغير بدرجة الحرارة من T1 لT2. وبالحالة هاي لما بنتكلم على الشكل اللي احنا حنحكي عنه بقول لي suppose the initial volume V1, the work done in moving the piston to the porous plug, اللي هي moving the piston to the porous plug thereby forcing the gas through the plug. انا بضغط الغاز بعمل شغل عليه خلال الجدار المسامي، بالتالي الورك في البداية كان P1 V1 اللي انعمل على الغاز بواسطة البيستون الغطاء لما انا حركته لداخل. If the piston in the right hand chamber في الغرفة اللي على اليمين الآن starts at the plug بدأ من بداية وجود البلاج عندي. And if the final volume is V2, the work done by the gas in expanding، طبعا الغاز الثاني صار له تمدد بالحالة هاي، فبالتالي الضغط الجزء الثاني أو الشغل النهائي P2 V2. The net work done on the gas is thus P1 V1 ناقص P2 V2. يعني أنا حتى ما يعني حتى نرجع للشكل اللي عندي بالحالة هاي بس مشان أوضح لكم، شايفين هنا السيستم كلياته زي ما شوف بنقول هنا The Joule Thomson Experiment The gas is forced، يعني أنا عملت forcing عملت شغل ضغط بواسطة البستون الغاز في الظروف الأولى P1 V1 T1. طبعا لما كان reversible عندي نغطه بشكل وآخر بشكل مباشر وسريع مثلا ضغطه، بالتالي بقي البي 1 ثابت وتغير الفي والتي طبعا عندي قيم. طبعا لما عملت فورسينج زي فورست ثرو ميمبرين ضغط على الغاز اللي عندي في نفس اللحظه الغاز نفسه بيضغط على البلاج الثاني البورس بلاج، شايفين عندي في عندي البورس بلاج اللي هو الحاجز المسامي، وفي عندي ايضا البيستون الثاني بدا رجع لورا تدريجيا يرجع لورا. ليش؟ لانه الغاز عماله بيضغطه، ففي عندي اذا الغاز هنا صار كومبريشن في المراحل الاولى، المرحله الثانيه صار اكسبانشن للغاز، فبدانا P1 V1 T2 صار تغير بالحجم صار تغير في درجه الحراره صار تغير في وصار عندي الضغط الثاني ثابت عندي اثناء اجراء العمليه، بالتالي الورك لما عملنا فورسينج اون ذا جاز باي ذا بيستون ضغطنا الغاز الاول الورك انيشال وورك بسميه P1 V1، بينما لما صار اكسبانشن الغاز بالحاله هاي تمدد هو عمل الشغل في الحاله الثانيه اثناء تمدده، بالتالي الورك الثاني P2 V2. فاذا النت وورك P1 V1 ناقص P2 V2، وهذا السيستم كلياته كان عندي القدره كنظام معزول اقيس الدرجه الابتدائيه واقيس الدرجه الثانيه اللي انا شغال عليها من T1 كانت T1 وصار طبعا العمليه سريعه بالحاله هاي، وبالتالي قست درجة الحرارة في الظروف النهائية لقيت أصبحت درجة الحرارة متغيرة من T1 لT2. إذا صار عندي ثلاث متغيرات زي ما شفنا بالأدياباتيك P1 V1 T1، صار عندي تغير في P2 V2 T2، وكانت العملية زي ما تقول عملية ريل جازز زي ما قلنا العملية فيري فاست. من هون بنستطيع نحكي إنه ننتقل نكمل. طب أنا حبيت أفرجيكم الشكل لانه عم نتكلم على شو اسمه على درايفيشن، ومن هون احنا بدنا نمشي خطوه خطوه. هي احنا تقريبا اشتغلنا على العلاقات هاي اللي عندنا قبل شويه، استنتجنا بالمعادله هاي معادله 103 طبعا كانت خاطئه، وجينا شرحنا الموضوع قلنا النتورك يساوي P1 V1 النتورك دون باي ذا جاز ناقص P2 V2.
حيث انه العمليه اديابتيك السيستم كسيستم از هول بالحاله هاي ما اعطى اي حراره للسراوندينج وما اخذ اي حراره، بالتالي الكيو تساوي زيرو في الاديابتيك، بالتالي ذا تشينج ان انترنال انرجي. نيجي نتكلم كيف ممكن احسب دلتا يو بالعمليه تاعتنا، عرفنا الورك خلينا نحسب دلتا يو. تقول لي معروف دلتا يو تساوي ستيت فانكشن يو 2 ناقص يو 1 وتساوي كيو بلس دبليو، حيث ان الكيو صفر معناته يو 2 ناقص 1 تساوي الورك، واتفقنا الورك يساوي بي 1 في 1 النت ورك طبعا ناقص بي 2 في 2. لاحظ الورك كان بوزيتيف وصار عندي نيجاتيف في الاكسبانشن. اذا انا بالحاله هاي صار عندي فرق يو 2 ناقص يو 1 تساوي بي 1 في 1 ناقص بي 2 في 2. برتب المعادله اخذ بي 2 في 2 ناقص من اليمين على الشمال واجوب الناقص يو 1 على اليمين، فصار عندكم بالحاله هاي مباشره صار عندي يو 2 زائد بي 2 في 2 تساوي يو 1 زائد بي 1 في 1، وانتم عارفين سابقا انه يو زائد بي في هي اتش، بالتالي هاي تسمى اتش 2 او اتش فاينل انثالبي النهائيه، ان هاي تسمى الاتش 1. اذا في حالتكم انتم في تجربه جول تومسون اكسبيرمنت الريل جازز اللي عندي نجد انه اتش 2 تساوي اتش 1، بالتالي اعطتنا انطباع اذا اثنين متساويين فدلتا اتش تعتبر صفر. اذا تجربتهم اثبتت الان انه الانثالبي تشينج عباره عن زيرو، بمعنى اخر لاحظ معي اذا كيف يمكن ان تكون صفر؟ لانه يبدو انه الغاز ريل غاز، لان لو كان الغاز ايديال تغير درجه الحراره اللي شفتوها من تي 1 لتي 2 لازم تكون دلتا اتش لها قيمه، لانه دلتا اتش فانكشن اوف تي. طيب الان لما استنتجنا انه دلتا اتش يساوي صفر فالبيهيفيرال غاز اللي قدامي اذا هو كان العمليه سريعه حكينا وهو ريل غازز، بالتالي استنتجنا اول استنتاج مهم جدا انه دلتا اتش تساوي صفر، وبالتالي بمعنى اخر انه هاي يخالف خواص الغاز المثالي اللي احنا كنا نحكي عنه، لانه درجه الحراره تم قياسها وتم قياسها بشكل دقيق بين تي 1 وتي 2. جول ثومسون بقول لي جول ثومسون وير ايبل تو ديتكت تمبرشر تشينج زي ما شفنا قبل شوي از ذا غاز اندرجوز بريشر تشينج، اذا في تغير في بريشر تغير في تي ثرو ذا بورس بلج ذا جول ثومسون كوفيشنت ميو. الان نتكلم على مصطلح اسمه ميو، ما هو الميو؟ بقول لي هو اسمه جول ثومسون كوفيشنت، معامل جول ثومسون ماذا يساوي؟ يساوي دلتا تي على دلتا بي عن ثبوت الاتش، وتساوي دلتا تي على دلتا بي بالحاله هاي تساوي ميو. هسه بالنسبه للتغير بين هناك تغير قلنا في التي وتغير في ان في البريشر، والعمليه كانت اكسبانشن زي ما شفنا الان، بحكي لي this is zero for an ideal gas، شيء طبيعي شباب. هاي القسمه تساوي صفر، ميو تساوي صفر، جول ثومسون كوفيشنت للغازات المثاليه صفر. لماذا؟ لانه شيء طبيعي اذا كان الستورد انرجي اتش ثابته يجب ان تكون دلتا تي صفر، يعني لانه هي فانكشن اوف تي، بالتالي القسمه هاي تساوي صفر. اذا اول معلومه انه جول ثومسون كوفيشنت بالنسبه للايديال جازز تساوي صفر، بط may be positive or negative for real gas، لكن الغازات الحقيقية لا، القسمة تاعتي هاي لها قيمة يا موجب يا سالب بالحالة هاي. when there is an expansion، تجربتنا كانت expansion قبل شوية، نجد انه هناك تغير في دلتا بي، صحيح نعم is negative لانه في عملية الاكسبانشن اللي عندي حدث عندي تمدد، وبالتالي هذا التمدد فرق الضغط الضغط الثاني اصغر من الضغط الاول، بالحالة هاي الفرق يعتبر يساوي نيجاتيف، دلتا بي تعتبر نيجاتيف في الحالة هاي في أثناء التمدد، الحجم زائد الضغط نقص، إذا دلتا بي إز نيجاتيف بتجربتنا. إف ذير إز كولينج أون إكسبانشن، طبعا غالبا عملية التمدد الوضع الطبيعي في الغازات، إذا الغازات تمددت يصاحبها إيش؟ تبريد، إذا دلتا تي سالب ودلتا بي سالب، سالب على سالب يساوي موجب، إذا بالحالة هاي بالنسبة لميو الغاز اللي بكون عندي في الاكسبانشن دلتا تي صار بروده، وفي وطبعا دلتا بي نيجاتيف شيء طبيعي، بالتالي القسمه مباشره تعطيني موجب، وبالحاله هاي ميو تساوي بوزيتيف في عمليه التمدد اللي صاحبها بروده، دلتا تي از نيجاتيف ودلتا بي ايضا نيجاتيف سالب على سالب. ذا جول ثومسون كوفيشن ميو از بوزيتيف، الان اذا بالنسبه للغاز الحقيقي هي موجب. كونفرسلي ممكن يكون عندي بالعكس احيانا بدل موجب الغاز الحقيقي يعطيني نيجاتيف فاليو،
يس ممكن تكون ميو نيجاتيف كورسبوندينج تو اي رايز ان تمبريتشر اون اكسبانشن. يعني انا لما باجي بعمل اكسبانشن اتفقنا مع بعض انه دلتا بي نيجاتيف، ما حدا بشك في ذلك لانه الضغط الثاني اقل من الضغط الاول. لكن الغريب انه بعض الغازات لما بصير لها اكسبانشن بدل ما تبرد ودلتا تكون نيجاتيف، في بعض الغازات بصير لها عمليه رايز ان تمبريتشر اون اكسبانشن. هذا بيحدث لبعض الغازات الحقيقيه انه دلتا تي بدل ما تكون عندي سالب بتكون موجب، لذلك انت بتقسم موجب على سالب، شو بتطلع ميو سالب. اذا نعم قد تكون ميو نيجاتيف فور سم ريل جازز. بالتالي موست جازز ات اوردينري تمبريتشرز كول ان اكسبانشن. بقول لكن علمك انه كل معظم الغازات المثاليه في درجات الحراره العاديه اللي احنا شغالين عليها تقريبا ميو بوزيتيف، يعني سالب عسالب. لكن بالحاله هاي هيدروجين بقول لي ممكن يشد عن القاعده هاي، الميو تاعت تكون بدل موجب سالب از اكسبشنال، بشد عن القاعده هاي. هو بعض الغازات ان ذات اتس جول ثومسون كوفيشنت از نيجاتيف ابوف 193. اذا لما تكون درجه حراره الهيدروجين فوق ال 193 بالحاله هاي كلفن، طبعا دلتا تي تاعته في الاكسبانشن تاعته ات وومز اون اكسبانشن، فوق ال 193 بسخن اثناء التمدد، بالتالي بتكون موجب عسالب تعطيني سالب. ان ذات طبعا طبعا بالحاله بقول لي above 193، بعدين بقول لي below 193، طيب تحت ال 193 بقول لي the coefficient is positive. الان الوضع طبيعي تحت ال 193 انه لما الغاز تمدد دلتا بي سالب وصار في كولينج، دلتا تي سالب ايضا سالب عسالب بيطلع موجب. اذا ميو لا تنسى للغاز الهيدروجين بوزيتيف تحت ال 193 وفوق ال 193 سالب. بالتالي طيب ما هي الدرجه، شو قصه هالدرجه هاي اللي فوقيها وتحتيها؟ بقول لي ذا تمبريشر 193 اللي بكون عندها الميو صفر. اذا الميو بتكون صفر تماما لغاز الهيدروجين عند 193. اذا درجه الحراره فوق ال 193 بتكون ميو شو قلنا نيجاتيف، إذا درجة الحرارة تحت ال 193 تكون ميو نيجاتيف. فهاي درجة التحول لهذا الغاز، فإحنا بنسميها جول ثومسون انفيرجن تمبريشر فور هيدروجين. يعني بيكون الغاز ايديال ابسوليوتلي عند 193 لأنه بتكون ميو صفر للغازات المثيل غالبا، زي ما حكينا بشوي الغاز المثيل ميو صفر. جول ثومسون انفيرجن تمبريشر، درجة التحول لغاز الهيدروجين هي 193، بالحالة هاي هي الدرجة اللي بتغير فيها ميو زي ما حكينا من بوزيتيف نيجاتيف او نيجاتيف بوزيتيف، فهي درجه التحول سميناها جول ثومسون انفيرجن تمبريشر. الان لو نكمل على موضوعنا للريل جازز، سينس جول ثومسون اكسبانشن اوكيز ات كونستانت انثالبي زي ما حكينا قبل شوي، الان الدلتا اتش صفر، يعني ذا توتال ديفرنشال بالنسبه للدلتا اتش، شو التوتال ديفرنشال؟ بارشال ديفرنشيشن دلتا اتش على دلتا بي عند ثبوت التي ضرب دلتا بي. بعدين ايضا تتاثر دلتا اتش بالتي عند ثبوت البي ضرب دلتا تي. اذا هذا عباره عن توتال ديفرنشيشن الموجوده عندي، والجميع طبعا حكينا دلتا اتش تساوي صفر. لما احنا نرتب المعادله 109 ل 110 ترتيب عادي جدا، يعني انا ممكن اخلي هاي على جهه، اخذ على هاي على الجهه الثانيه، حطيت ناقص، قسمت الطرفين على دلتا بي، هاي دلتا تي على دلتا بي، حصلت على معادله انه هاي لحالها خليتها دلتا اتش على دلتا بي عند ثبوت التي تساوي، صار عندي سي بي الهيت كاباسيتي عند ثبوت الضغط مضروبه في الميو. ليش بالميو يا دكتور؟ لانه دلتا تي على دلتا بي عند ثبوت الاتش حكينا قبل شوي شو هي؟ هي عباره عن ميو. الميو هاي بذكركم فيها، الميو اللي عندي عباره عن دلتا تي على دلتا بي. إذا دلتا تي على دلتا بي عند ثبوت الاتش هي ميو، وهي هي السعة الحرارية عند ثبوت الضغط. إذا صار عندي معادلة رقم 110، مهم شوي، تقول لي إذا في حالة ما يكون، ما هي التغير؟ هل دلتا اتش فانكشن اون بريشر؟ هل تتأثر الانثابي مع تغير الضغط عند ما في العمليات الايزوثيرمال عند ثبوت التي؟ تقول لي إذا الغاز مثالي فإن ميو صفر، مزبوط؟ بالتالي دلتا اتش على دلتا بي عند ثبوت التي صفر. يعني بمعنى اخر للغازات المثاليه الانثالبي ليس فانكشن اوف بريشر في الايزوثيرم بروسيسز. ليش؟ يعني لا تتغير الانثالبي مع تغير الضغط اذا كانت العمليه ايزوثيرمال لانه ميو صفر. لكن الغازات الحقيقيه لا، حتى لو كانت العمليه ايزوثيرمال فان دلتا اتش فانكشن اوف بريشر، تتاثر مع تغيرات الضغط. لماذا؟
لأن ميو لها قيمة، قد تكون قيمتها موجب أو سالب. بالتالي هاي القسمة إذا لا تساوي صفر إلا الغازات المثالية، بينما تساوي قيمة، قد تكون القيمة موجب سالب في الحالة هاي إذا كان الغاز حقيقي. For ideal gases ميو زيرو، اتفقنا أن ميو تساوي صفر الغازات المثالية. And the enthalpy is therefore independent of pressure، لا تتأثر الانثالب pressure as we have seen previously، زي ما شفنا previously في شرحنا السابق. For real gases الآن mu is general in general different from zero and delta is shows some variation of P، هناك تغير بين يتأثر تتأثر الانثالب تغير الضغط انثبوت T، لأن mu بالحالة هاي للغازات الحقيقية جول تومسون كوفيشنت بالحالة هاي قيمتها قد تكون موجب وقد تكون سالب. شباب بوصل لمرحلة أنا مشان بس نحاول نكون واضحين مع بعض. أنا الآن ما حطلع يعني آفيكم من المعادلة، طبعا هو في اشتقاق يعني مش هالقد كثير مهم. المعادلة 111 و112 حمشي معاكم من معادلة، تذكروا معي 111 ماشي، حمشي 111 112، حضرني أنا وإنتوا ماشيين مع بعض من معادلة 111 حتى 13 14 15 16 17 18 و19. 19 هاي سبق مرت معانا، الفرق بين سي بي ناقص سي في تساوي ار. يعني كان الهدف من معادله 111 ل 118، شو كان هدف الاشتقاق؟ الوصول للمعادله 119. احنا عارفينها للغازات المثاليه انه هذا الفرق شو ماله، حتى الغازات الحقيقيه بتطلع نفس المعادله. اذا بالنهايه مش مطلوب معانا من معادله 111 لمعادله 118، احنا مش مطلوب معانا الاشتقاق او اي معادلات في هذا الجزء اللي احنا حكينا 111 ل 118. هون ايضا في شغلات كثير مكتوبه، مش عايز ادخل انا، بدي بس في الوسط هون عندي الكوانتيتي دلتا يو دلتا في انثبوت التي، يعني تغير الدلتا يو مع تغير الحجم في عمليه تي ثابته ايزوثيرمال، هذا بنسميها كمصطلح بنسميه انترنال بريشر، الضغط الداخلي. هسا قبل شويه حكينا كثير انه دلتا يو على دلتا في انثبوت التي تساوي صفر، internal pressure الضغط الداخلي حكينا. اذا للغازات المثاليه اصلا الغاز المثالي neither attractive nor repulsive forces among their particles، لا يوجد تجاذب وتنافر بين جزيئات الغاز المثالي، لذلك ال internal pressure يساوي زيرو، الضغط الداخلي يساوي زيرو بين مكونات الغاز، لانه هذا المقدار اساسا اللي اسمه internal pressure يساوي شو ماله؟ يساوي صفر للغاز المثالي. هسه دلتا يو على دلتا في انثبوت التي للغاز الحقيقي ليست صفر، إلها قيمة مش كبيرة ولكن إلها قيمة ملحوظة. إذا الغازات الحقيقية الضغط الداخلي ليس صفر بالحالة هاي، real gases the term is usually small compared to the external pressure، يعني لما أنا بقارن الضغط الخارجي للغاز الحقيقي، الضغط الخارجي للغاز الحقيقي مع الضغط الداخلي، تقول لي الضغط الداخلي مو صفر، إله قيمة في الغازات الحقيقية ولكن قيمته تعتبر صغيرة لما بدي أقارنها مع الاكسترنال بريشر. بالنسبه للغازات الايديا لا، ما في شيء اسمه انترنال بريشر، في عندي شيء اسمه اكسترنال بريشر، لانه الانترنال بريشر الغازات الحقيقيه المثاليه صفر، الغازات الحقيقيه لها قيمه لكن قيمتها صغيره وذ ريسبكت لمين؟ للاكسترنال بريشر. الان بتكلم عن الليكويد والسوليد، عارفين الان كوندنس، يعني انا الجزيئات اقتربت اكثر من بعض بالمواد، الحال السائل والصلب صار في تجاذب واضح بين among molecule في الليكويد والسوليدز، تجاذب قوي جدا. لذلك في حالة السوائل المواد الصلبة on the other hand strong attractive or cohesive forces and internal pressure اللي هو دلتا يو على دلتا في is very strong therefore to be large compared to the external pressure، بمعنى آخر انه الانترنال بريشر قوي جدا بالنسبة للمواد السائلة والصلبة مقارنة مع الضغط الخارجي تاعتها. إذا الآن لاحظنا مصطلح internal pressure يساوي صفر، قسمة دلتا يو على دلتا في انثبوت تي بالنسبة للغازات المثالية internal pressure، بالنسبة للغازات الحقيقية لها قيمة ولكن الضغط الداخلي صغير مقارنة مع الضغط الخارجي، بالنسبة للمواد الليكويد والسوليد لا قيمتها عالية جدا مقارنة مع الضغط الخارجي لأن تجاذب قوي موجود بداخل الصوديوم والليكويد مما يجعل internal pressure عالي. إذا شباب هون أنا عندي سؤال رقم 10، في عندي مصطلح هون اسمه فان دير فاز جازز غير مطلوب. الآن لا بنقول لكم لا، قيم لي كلمة غير، الآن فان دير فاز جازز مطلوب في هذا الفصل لأنه إحنا ظروفنا
في ذلك الفصل كانت غير منطقية. لذلك اليوم احنا نتكلم على انه العنوان اللي اسمه فاندر فاز جاز از مطلوب. سؤال 10 راح ارجع له وسهل جدا. خلينا نتكلم على فاندر فاز جاز. فاندر فاز جاز الشباب الصفحة اللي جاي هو بيعلق عندي بقول لي الموضوع سهل جدا. كيف سهل؟ والله احنا عندنا غاز حقيقي وعندنا غاز مثالي. الغاز الحقيقي شو معادلته؟ بي في تساوي ان ار تي. طيب الريل جازز اللي هو فاندر فاز جاز يعني او جازز بتقول لي معادلته واضحه، تعاملنا معها سابقا بهاي المعادله، عملنا كوركشن للبريشر، كوركشن للفوليوم زي ما شفنا، كوركشن عملنا وصار عندي الجزء الشمال يساوي الجزء اليمين ريل جازز او فاندر فاز جاز. ولو كان عندي ان واحد تصبح المعادله 120، الجزء الثاني منها هو معادله فاندر فاز زي ما حكينا سابقا. الان لما نيجي نتكلم على لما نتكلم نكمل، طبعا عادي جدا الوضع عادي، سبق مرنا معادله الغاز المثالي معادله فاندر فاز. هسه قبل شوي مرت معانا المعادله 98 قبل صفحتين ثلاثه اللي هي بدايه تجربه جول وجول ثومسون. في البدايه كان عندي دلتا يو على دلتا في عن ثبوت تي يساوي صفر، كنا الان حكينا عليها 10 مرات قبل شوي انه دلتا يو تساوي صفر لانه تي صفر، تي يعني ثابت، بالتالي قسمه دلتا يو على دلتا في تساوي صفر فور ايش؟ فور ايديال جازز. طيب دكتور فور ريل جازز؟ قول لي لا، فور ريل جازز فان دلتا يو على دلتا في عن ثبوت تي لا تساوي صفر. طيب شو تساوي؟ تساوي الكوركت هذا الجزء الفاكتور اللي عندي، بالتالي ان تربيع في اي على بي تربيع بالحاله هاي هو دلتا يو على دلتا في، او اذا واحد مول اي على بي تربيع. اذا دلتا يو على دلتا في عن ثبوت التي للغازات الحقيقيه تساوي هذا المقدار او هذا المقدار حسب عدد المولات الموجوده عندي. خلينا الان نحل السؤال 10. سؤال 10 سهل، هو يبدو طويل ولكن يعني ليس صعب. الآن بقول لي أنا suppose that the gas obeys the modified van der Waals equation P في V M ناقص P يساوي RT. هاي المعادلة لا تبدو معادلة غاز مثالي. ليش؟ لأنه يبدو أنه غاز حقيقي، لأنه معروف المعادلة غاز مثالي PV تساوي NRT أو PV يساوي RT PVM يعني، لكن المعادلة هاي يبدو أنها لفور real gases non ideal gas. طيب شو بيحكي لي هون؟ and that B has value، بقول لي ال van der Waals B constant قيمته 2% لتر لكل مول، اعطاني قيمة ال B. if نص مول of the gas يعني اخذت عدد من نص مول is reversibly compressed، اذا شو عملنا الان؟ احنا عملنا compression، عملنا ضغط، ضغطنا الغاز from an initial volume 2 لتر ضغطناه reversibly من 2 لتر to نص لتر، اذا عملية compression، الحجم الاول عالي الحجم الثاني صغير. بعدين بحكي لي how much work is done on the system، احسب لي الشغل اللي انجز على هذا الغاز الحقيقي. How much work could have been done if the gas were ideal، يعني لو كان الغاز ideal كمان احسب لي كمان الشغل، واعمل لي مقارنة بين الشغل اللي انجز على الغاز الحقيقي والشغل اللي انجز على الغاز المثالي اللي عندنا. نيجي نتكلم على المعادلة تاعتنا الحل بي في ناقص بي تساوي ان ار تي. هاي انا ليش حطيت الان هون؟ تقول لي لانه انت الان ليست واحد مول، الان في مثالنا اليوم نص مول، فاضطريت اعدل بي افتح قوس في ناقص ان بي يساوي ان ار تي، عادي جدا. الان احنا عرفنا سابقا الورك يحسب عن طريق المعادلة التالية الانتجريشن بي دلتا في تكامل بين في فاينل على في انيشال، والناقص موجود عندي في المعادلة التكاملية اللي عندي. الان لما بدي اشيل البريشر شو يساوي يا جماعه اليوم؟ يساوي ان ار تي على في ناقص ان بي. خليني اشيله احط قيمته، يعني هي حطينا قيمته جوا، وبعدين لما حطيت قيمته ان ار تي خرجتها خارج التكامل، شو ظل تحت عندي؟ واحد على في ان بي، فوق عندي دلتا في، فصارت الجزء اليمين دلتا في على في ناقص ان بي، صحيح ولا لا؟ عادي جدا. وانا عندي تغير او عملت الاكسبانشن الكومبريشن تاعتي من فاينل في 2 صغير وانيشال في 1 كبير، وعندي اذا في النهايه حيكون عندي في 2 ناقص ان بي، في البدايه حيكون عندي في 1 ناقص ان بي، فاذا هذا كله بعتبره متغير واحد انا لانه هذول ثوابت. من هنا بتصير عندي المعادله تكاملها يساوي دبليو تساوي ان ار تي لين، شايفين عندي اللي هو في ان في 2 ناقص ان بي
بي 1 ناقص ان بي بالحالة هاي. طبعا الناقص موجود شباب، الناقص هنا مش مكتوب لكن موجود. اذا صار تكامل المعادلة هاي واضح عندي من تغير الحجم. الان احنا جاهزين مشان نحسب الورك للغاز الحقيقي اللي قدامنا. هاي انا عندي الناقص موجود، النص نص مول 8.314 الار، التي بالكلفن 300 كلفن، لن الفي 2 نص لتر ناقص 1%. شو الواحد في المية؟ عدد المولات نص ضرب 2%، لأنه قال لي البي 2% لتر، صحيح؟ إذا أنا يعتبر عندي 1%، تحت في عندي في 1 2 لتر ناقص برضه 1%. لاحظ هنا أنا أخذت الـ N 2% 2% ضرب نص، صحيح؟ ليش ما أنت بتقول لي دكتور ما هو أس أي يونت؟ بقول لي لأنه في على في بتروح مع بعض الوحدات، يعني بغض النظر متر تكعيب او بدي احولها مثلا لتر او متر، لا بتقول له ما في مشكله لانه انا عندي الفوليوم فوق وتحت بروحوا مع بعض اليونت. اذا النص ناقص 1% على 2 ناقص 1% قسم، بالحاله هاي بيطلع عندك طبعا لما تضرب بيطلع الرقم هذا 1227. بعدين بيطلع عندي اللين عندي 0.47 على 1.9، يبدو انه الرقم ضرب رقم بيطلع عندي الورك بوزيتيف. عجيب، نعم، لانه كسر الحالة بيطلع كسر، لأن الكسر سالب، سالب في سالب بيطلع موجب، بالتالي الورك دان اون ذا سيستم 1.74. طبعا بيطلع جول، انا حولته لكيلو جول او السؤال حول له كيلو جول. اذا حسبنا الشغل دان اون ذا ريل جاز بالمسألة البسيطة التالية. الان لو كان عندكم الغاز ايديال، لو كان الغاز ايديال معادلته سهلة، تتذكروا سابقا اللي هو الورك يساوي ان ار تي لين في فاينل على في انيشال، بالحالة هاي يساوي 2 على نص في المعادله الموجوده عندي. بالحاله هاي احنا كانت العمليه كومبريشن، فلكن كان عندي اساسا ناقص، عكست وضع الحجوم صار عندي 2 على نص بالحاله هاي، راحت السالب عندي فصار عندي الرقم رقم ضربته في مقدار اللي طلع معي 1.73. اذا لاحظنا انه الورك في حاله الغاز الحقيقي اعلى شويه من الورك دون اون ذا ايديال جاز، اعتبار الغاز مثالي. بالحد ذا ورك از جريتر فور ذا ريل جازز بيكوز ذا ريشيو اوف ذا ثري فوليومز از جريتر ذان ذات اوف ايديال جاز، يبدو انه قسمه الحجوم على بعض بتكون اكبر شوي مما جعل الورك في اللين عندي بتكون قيمته اكبر شوي مما جعل الورك في الـ، ولكن شو ماله الديفرنس فيري سمول، يعني لما تحولهم انت شوف الديفرنس از فيري سمول بين الورك اللي حسبناه بالحالة هاي والورك إذا بالحالة الثانية على أساس ريل وأيديال. إذا السؤال شباب واضح جدا، ما في أي مشكلة فيه. الآن ملخص العملية في سلايد تقريبا الأخيرة بقول لي لو إجينا أردنا نعمل calculation thermo of thermodynamic quantities such as work delta U delta H لمين؟ للريل جاز. إحنا زهقنا من الأيديال جاز بالنسبة للمحاضرة السابقة. For real gases, the process in a gas obeying the van der Waals equation is little more complicated. يعني حساب القيم الثلاث بيكون إلى حد ما المعادلات أكثر صعوبة وأطول شوية على اعتبار إنه الغاز حقيقي than for ideal gases, and only a few cases will be considered in order to illustrate the procedure used. إذا أنا بدي أوضح لكم الآن شغلة مختصرة كيف يمكن نحسب work دلتا يو دلتا اتش فور ريل جاز. حسبناها سابقا الايديال جاز كان العلاقات بسيطه عنده. سبوز فان دير فالز جاز از كومبريست ريفرسبلي، عندي غاز حقيقي ضغطته ريفرسبلي هذا الغاز الحقيقي، اند ايزو ثيرمالي، اند ايزو ثيرمالي ضغطته ريفرسبلي اند ايزو ثيرمالي فروم فوليوم 1 تو فوليوم 2. اذا بالحاله هاي العمليه كومبريشن، يعني بمعنى اخر ال في 2 اصغر من ال في 1. الورك شو يساوي؟ هاي معادلته. واليوم انا بدي اشيل البريشر لانه ليس غاز حقيقي مثالي. الغاز الحقيقي المره الماضيه شو مرت معادلتنا؟ هاي المعادله مع الكوركشن عندي اجت عندي في مسائل حلينا احسب الضغط الحقيقي حسبناه بايش؟ بهاي المعادله. فحطيت قيمه البريشر اللي احنا عارفينه سابقا، هاي دلتا في موجوده، بالتالي الان انا جاهز مشان اعمل انتجريشن بالتالي في الجزئين تاعت المعادله، هذا الجزء وهذا الجزء. بالتالي صار عندي هنا ان ار تي خارج التكامل لين زي ما قلنا قبل شوي في المساله السابقه، في 2 على في 1، في ناقص ان بي على في ناقص ان بي، لما عملت دلتا في على في ناقص ان بي صارت الجزء الاولاني اللي احنا حلينا عليه قبل شويه، ناقص الجزء الثاني اللي عندي
اللي هو ان 2 في اي اللي هي خرجنا هذا خارج التكامل، كان عندي دلتا في على في 2، تكامل دلتا في على في 2 ناقص 1 على الحجم النهائي ناقص 1 على الحجم الابتدائي، تكامل دلتا في على في 2. اذا بالحاله هاي شباب خرجت الناقص برا، شايفين عندي 1 على في 2 ناقص 1 على في 1، هذول كانوا ثوابت، فصار حساب الورك اللي احنا قلنا لكم قبل شوي بوزيتيف بالحاله ضمن المعادله اللي عندي معادله 23. لو مطلوب احسب الورك فور ذا ريل جازز بدك اعطيني المعطيات كلها اللي عندي بالحاله هاي، اعطيني الايكويشن اوف ستيت تاعتنا وبحسب لك انا من معرفه فاندر فاس اي وبي، بطبق المعادله هاي وبحسب بالحاله هاي مباشره قيمه الورك. الان لو جينا الورك حسبنا، نيجي على دلتا يو بيقول تشينج ان انترنال انرجي از اوبتيند باي ستارتنج وذ جنرال ريليشن شيب معادله 100، يعني انا بتكلم على بدي احسب دلتا يو للريل جازز. دلتا يو تساوي دلتا يو على دلتا في انثبوت التي، صحيح؟ لها قيمه بالنسبه للغاز الحقيقي في دلتا في، لو راحت دلتا في مع دلتا في دلتا يو تساوي دلتا يو، اذا هاي هاي المعادله هي التغير في دلتا يو العمليه ايزوثيرمال، وبالتالي المعادله هاي تمثل تغير دلتا يو بالنسبه للريل جاز لان لها قيمه مش صفر. اذا اليوم قلنا قبل شوي دلتا يو على دلتا في فوق قبل شوي لما تكلمنا على انتبوت تي هي ان تربيع اي على بي تربيع، ظل عندي اذا ان تربيع اي على بي تربيع في دلتا بي تساوي دلتا يو، فعوضت محل انا القيمه الكسر هاي قلنا قيمتها كان قبل شوي ان تربيع اي على بي تربيع. اذا شباب انا لو بدي اعمل انتجريشن الان دلتا بي على بي تربيع، صحيح تكاملنا اليوم بالنسبه لحساب تشينج اوف انترنال انرجي، بالتالي مباشره باجي انا بعمل انتجريشن بخرج الثوابت ان تربيع اي خارج التكامل، انا عندي هنا دلتا بي 1 على ناقص 1 على بي تربيع ناقص 1 على بي 1، صحيح اللي ناقص 1 على بي تربيع ناقص 1 على بي 1. الان لو عكست القضيه 1 على بي 1 ناقص او 1 بي تربيع اضرب في ناقص، ناقص راحت مع ناقص، فاصبح عندي دلتا يو تساوي ان تربيع اي في 1 على بي 1 ناقص 1 على بي 2 في عمليه الكومبريشن، عمليه الكومبريشن. الان دلتا يو از نيجاتيف، ليش يا دكتور نيجاتيف؟ لاني بتكلم الان على ثوابت مضروبه، في 2 يا هل ترى اكبر ولا اصغر في الكومبريشن؟ اصغر. اذا 1 على في 2 كرقم بالسالب اكبر من الرقم الموجب الاولاني، معناته الديفرنس سالب، معناته دلتا يو از نيجاتيف. اذا في عمليه الكومبريشن تاعتي اللي احنا شفناها قبل شوي، الورك دان اون ذا سيستم، صحيح؟ حيث انه العمليه اذا تبقى ثابت نفس اللحظة بدي أتكلم على دلتا يو بدها تخسر عندي جزء من الطاقة تاعتها، ومن هون نتكلم على دلتا يو نيجاتيف والورك إز بوزيتيف في الحالة هاي، وبالتالي بتكلم على إذا بقول طيب دلتا اتش للغاز الحقيقي، قول لي عادي جدا احسب دلتا يو بالقانون المعادلة 126، وإذا بدك تحسب الورك أيضا في المعادلة 123 اجمعهم مع بعض تطلع لك قيمة الدلتا اتش لهذا السيستم اللي احنا حكينا عنه قبل شوي، وبالتالي بنتكلم كومبرست ريفرسبلي اند ايزوثيرمال، يعني اليوم كانت تجربتنا تي ثابته وعملنا عمليه كومبريشن عند ثبوت التي، من هون احنا حلينا مع انه التي ثابته قلنا دلتا يو لها قيمه، دلتا اتش لها قيمه لانه هاي غازات حقيقيه، التي ثابت لكن لها قيم زي ما شفنا معادله 124 المعادله 126، وقبل شوي حسبنا الورك في المعادلات العلويه وشفنا انه دلتا يو از نيجاتيف بالحاله هاي والورك از بوزيتيف. واذا بدي احسب دلتا اتش بقدر احسبها من المعادله 127. شباب سلايداتنا السلايد اللي انا قدامي الان كلكم قارئينها معي على الشمال تحت 36، هسه من سلايد اخر سلايد 36 لسلايد 42 بنتهي، سلايد 42 بنتهي تشابتر اللي انا باعث لكم اياه، تشابتر اللي هو تشابتر 2 فيرست لو اوف ثيرموداينامك. اذا غير مطلوب معانا السلايدات كلها اللي جاي 37 38 39 40 41 42، كل هاي السلايدات هاي بشكل واضح بحكي لكم مواضيع مرت معانا ب 102 وانا مش حطالبكم فيها. فاخر سلايد 36 اللي هي حسبنا في ريل جازز الورك دلتا يو دلتا اتش في المعادلات الموجوده عندي، اذا انا بتكلم على سلايدات موجودين عندي الان، السلايدات الموجودين عندي انا شايفين هاي انا ماشي، طبعا هاي السلايدات هاي عندي 37 هاي عندي حتى اوصل في النهايه، هون عندي ايش؟
عندي شغلات بوند انثالبي، انثالبي اوف فورميشن، اذا مريت عليها بشكل سريع كلها انا كنت ملخصها سابقا، وفي بعض الفصول كنا نعطيها للطلاب، لكن انا بتكلم الان على اخر سلايد عندي اللي هي سلايد 42. طبعا هي انا عندي 42 فاضي عندي ما فيش اشي فيها، لكن لما انتقل للسلايدات اللي قبليها اللي قلت لكم غير مطلوبة معاي، بلاحظ نفسي اني انا موجود في مواضيع معينة احنا سبق شرحناها، مش عايزين برضو نرجع لها. بون ان ديسوسيشن انرجي، بون انثالبي في قوانين هسي، بوند يعني مرت معانا هاي، حساب امكانية حساب طاقات الروابط لحساب دلتا اتش، هاي كلها الامثلة. بوند انثالبي زي ما شفنا، هاي عندي مثال على البوند انثالبي اوف فورميشن بتمر معاك، وايضا مواضيع حقيقة مرت معانا بالتفصيل. شايفين مجموع انثالبي فورميشن برودكت ناقص الاكتنت، مواضيع تشبعنا فيها بالنسبة ل 102، وقتها حكينا 102 مواضيع كثير حول هذا الموضوع. وبالتالي السلايدات اللي احنا حكينا عليها شباب مش مطلوبة معانا، زي ما حكيت ستاندرد انثالبي اوف فورميشن لما هون معرفين مرة ثانية معرفينها ومستخدمينها ايضا بطريقة اخرى بحل بعض المسائل. فاذا سلايداتنا احنا واضحين مع بعض بالنسبة للسلايدات هاي هيسز لو، قانون هيس اللي سبق قلت لكم ايضا في 102 اخذناه بشكل مفصل. اذا هاي سلايد اللي وقفت عندها الان، انتهينا شرحنا عندها، تقول لي دكتور رقمها 36، اذا 36 اخر سلايد من بعديها 37 ل 42، كل هاي المواضيع مرت معانا زي ما قلت لكم في 102 مش مطلوب معانا بالفيزيكال 1 اللي هو 47، ومش حنسالكم على اي مسائل بتمر في الاكسرسايز اللي حنستعرضها، اي مساله بتمر بهاي المواضيع حتكون غير مطلوبه معانا. اذا شباب بنكون احنا اخر محاضره اليوم في الريل جازز، شفتوا انه بدينا تجربه جول جول، ثم انتهينا جول ثومسون، وتكلمنا عن الريل جازز، اخذنا بعض الاكويجن، بعض المعادلات، بعض التيرمز. ارجو انكم تقرأوا المحاضره هاي مره مرتين ثلاثه، لانه زي ما انتم شفتوا كل التيرمز والمعادلات اللي مرت معانا، طبعا ما في اشتقاقات هون، يعني بقول لك اشتق ما حيقول لك اشتق، لكن عندي محطات رئيسيه، معادلات رئيسيه وقفنا عندها وعرفناها كتيرمز، وعرفناها شو قيمتها بالايديال جاز، شو قيمتها بالريل جاز. فارجو تقرأ المحاضره مرتين ثلاثه، لانه قد يكون موضوع الاسئله في المحاضره الاخيره اسئله اسي، يعني اسئله ليست اسئله حسابيه، لانه اصلا تقريبا واذا في اسئله حسابيه حتكون مباشره زي المثال اللي شفتوه قبل شويه اللي حلينا على الغاز الحقيقي. لكن في النهايه نقرا المحاضره نستوعبها استيعاب جيد، والموضوع حكيناه بشكل مسهب وبشكل واضح، وبتعيد المحاضره مرتين ثلاثه عندك القدره تفهم كل تيرم وكل جمله حكيناها. واذا في اي شيء رايحه جاي انا موجود بالميتنج، زوم ميتنج، في اللي هو زي ما قلنا دائما بيكون 2 و4، اذا في عندك اي شيء راح جاي. احنا الان حنكون جاهزين في المحاضرات اللي جاي لكي نعطيكم، ندخل على اسئله تشابتر 2 اللي هو فيرست ثيرموداينامك، نستعرض الاكسرسايز اللي عندنا، ونوقف عند بعض المسائل ونحل بعض المسائل ونشوف الافكار المطلوبه معنا ضمن سياق هذا التشابتر. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.